خليك تلاقي اي حاجه خلينا بره. طيب هنا الكود اللي موجود هنا في السلايد ده المفروض احنا عايزين نفهمه ماشي. الديكلاريشنز اللي حصلت دي تعرف نقولها؟ هو عمل ايه؟ هو اول حاجه عمل ديكلاريشن دبل من نوع دبل. طب نقول السطر على طول كده، نقول الستيتمنت كلها على بعض. السطر على طول، هو عمل الوكيشن للاري اللي اسمه دي 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 تمام من نوع دبل ب 10 elements صح كده؟ وعمل الوكيشن لاري تاني اسمه سي 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 من كاركترز تمام من 10 كاركترز، وعمل واحد بوليان وعمل واحد string وعمل string variable اسمه اس تي ار تمام؟ طيب المفروض انا عندي هنا ال دي 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 اوف 5 دي معناها ايه؟ دي 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 اوف 5 ايكوال 3.14 دي معناها انهي statement من statements اللي احنا عرفناها؟ ال دايما بننساها assignment statement. assignment يعني بيلزق قيمه في حاجه تمام؟ طيب الاساينمنت ستيتمنت يبقى هو عمل اساينمنت للاليمنت الكام؟ الاليمنت ات اندكس 5 في الاري اللي اسمه دي 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 بالقيمه دي. طيب والخطوه اللي بعدها عمل اساينمنت للاليمنت ات اندكس 5 في الاري اللي اسمه سي 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 بايه؟ بزد. وعمل اساينمنت للاليمنت ات اندكس 5 في الاري اللي اسمه بي 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 بترو ماشي؟ وعمل assignment للelement at index 5 في الاري اللي اسمه جي 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 بالstring اللي اسمه the cat sat on the mat تمام؟ للجي جي جي of 5 في الstring اللي اسمه str فهمناها؟ واضحة؟ طيب لو جيت قلت لك هكتب جملة print للvariable اللي اسمه str الفاريبل ده هيطلع قيمته ايه؟ ايه البرنت اللي هتطلع؟ ها؟ تفتكروا هتبقى ذا كات سات اون ذا مات ولا هتبقى كلمة مات؟ لا مات. عشرة؟ عشرة دي. الجي جي جي ده سترينج. صح؟ ها؟ الجي جي جي اوف 5 حطها في السترينج اللي اسمه اس تي ار يبقى الاس تي ار قيمتها هتبقى ايه؟ مات ولا ده كات سات اون ذا مات؟ طيب هو جي جي اوف 5 ده بص هو كاتب ايه؟ جي 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 اوف 5 ده ايه؟ ده 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 فاريبل جوه مين؟ جوه الاري اللي اسمه دي دي دي. دي 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 ده عباره عن اري في سترينج. ايوه يعني سترينج وسترينج وسترينج تمام كده؟ بس هو خاص السترينج ات اندكس 5 بده ده كات سات اون ذا مات وهو خده خلاه يتحط في الاس تي ار يبقى بقت الاس تي ار شايله مين؟ شايله دي دي اوف 5 اللي هي مين؟ ذا كات سات اون ذا مات يبقى السترينج كله. طب انا بلخبط طبعا لو احنا حطينا هنا شفنا كده دي دي جوه بقى الدي دي دي 5 ايوه جوه الدي دي دي 5 في كلمات الكلمات دي هتنزل في كام؟ 0 1 2 3 4 5 طيب المات دي هي عباره عن مين؟ كلمه مات هي عباره عن مين؟ عبارة عن الكلمة الخامسة جوه مين؟ جوه السترينج اللي موجود في دي 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 اوف 5. طيب ممكن بس اسألك دلوقتي لو هو عاوز يطبع مات هيقول ايه؟ هيشوف دلوقتي احنا عندنا ال دي 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 5 ده هو متعرف على انه سترينج كامل ولا متعرف على انه شوية يعني اري سترينجز برضو يعني كل كلمة من دول عبارة عن حاجة منفصلة ولا هو كله سترينج كامل على بعضه؟ تمام؟ لو كل حاجه منفصله جواه يبقى هي دي الكلمه الخامسه جوه الايه؟ جوه السترينج اللي اسمه جي 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 اوف 5. ماشي؟ ودي هناخدها المره الجايه اللي هي تو دايمنشنال اري. تمام؟ لكن المفروض انا عندي في الكود ده اس تي ار هتطبع ايه؟ الجمله كلها ذا كات سات اون ذا مان. ماشي؟ طيب يلا
قولوا لي برضو هنا ايه اللي مكتوب. طيب هنا مبدئيا هو عرف الاي 3، عرف فاريبل اسمه اي اكتي 3، يبقى اساين قيمه 3 للفاريبل اللي اسمه اي. اه وبعدين عندي اري اللي اسمها اي بي سي، ماشي هي طيب. اصلا معرفها من زمان. اه بعمل لها انشيزيشن زيرو. ولا ده مش انشيزيشن؟ لا طبعا حطي مع ايه دي ده ستيتمنت اسمها ايه اساينمنت ستيتمنت. هو حط القيمه 78 في الاري اللي اسمه اي بي سي ات اندكس 0، وبعدين حط القيمه 66 في الاي بي سي ات اندكس 1، وبعدين عمل ايه بقى؟ حط في الاي بي سي ات اندكس 2 ايه بقى؟ مجموع ال 78 زائد ال 66 وقسمهم على 2 تمام. وبعدين عمل الاي بي سي اوف اي اللي هي الاي بكام؟ ب 3، يبقى الاي بي سي اوف 3 خلاها ب 82 تمام ماشي. وبعدين خلى الاي بي سي اوف اي بلس 1 اللي هي ب 4 خلاها بكام؟ 82. عمل كده ثاني الاي بي سي اوف اي يعني الايه؟ لا الاي ب 3، الاي ب 3 اه يبقى اي بي سي اوف 3 بكام؟ هو حاطه جواه 82. برافو عليك. وبعدين بعدين جمع على الواحد ليه؟ اي بلس 1 على الواحد اللي هي الاندكس. الاندكس اللي هي يعني الاي بقت بكام دلوقتي؟ الاي بلس 1 بقت ب 4 اه صح؟ يبقى اي بي سي اوف 4 حط فيها كام؟ هو جمع الاي احنا بنجمع الـ. هو جمع ايه؟ جمع الار ولا جمع الفاليو بتاعت الار؟ لا الفاليو بتاعت الار. لا هو جمع الاندكس بتاع الار. الار كان واقف عند 3 4 معناها 4 صح كده؟ طيب يبقى اي بي سي اوف 4 يعني الخانه رقم 4 حط فيها كام؟ ال 92 ماشي؟ 94 اه سوري 94. عشان هو فوق معرف ان الاي بتساوي 3. طب هو جاب لك 94 اه الاي بتساوي 3، عارف ان الاي بتساوي 3 بس هو بادي اي بي سي اوف 0 عادي، اي بي سي اوف 1 عادي ماشي. لكن لما يقول اي بي سي اوف اي يبقى يعرف ان الاي دي بكام؟ ب 3. طيب هو كده بعد ما جمع 4 مالناش دعوه بقى، هو بيأساين فاليوز 94 دي مالهاش علاقه باللي فوق. هو حط اي قيمه، هي قيمه هو ايه بيأساين فاليوز هو ايه؟ هو الاري بتاعي في انديسيز مختلفه. طيب الهدف من ده ايه؟ الهدف من ده ان انت تعرفه ان المفروض انت عندك الاري بتاعك لو كان من 500 اليمنت يبقى انت الانديسيز بتاعتك من كام لكام؟ من 0 ل 499 يعني ما تجيش تقول ان انت عندك تحط ان الاي مثلا ب 499 وتيجي في خطوه بعدها تقول اي بي سي اوف اي بلس 1 بلس 1 هتبقى 500. هل انت عندك اندكس اسمه اي بي سي اوف 500؟ لا يبقى انت كده طلعت بره الايه؟ طلعت بره الباوندرز بتاعت الالوان. فاللي عايز اقوله ان انت عندك في الجافا دي مسؤوليه البروجرامر ان هو يتشيك على الباوندرز بتاعت الاري، لان ما بيطلعلوش سنتكس ايرور يقول له خد بالك انت خرجت بره. لا تمام؟ فدي دي لوجيكال ايرور المفروض انت تتشيك عليها. واضح؟ ماشي. نكمل معلش المحاضره دي المفروض هي دي كده المفروض ريفيجن ماشي يعني المفروض الحاجات دي عارفينها ماشي يعني بس يعني عشان هي اول محاضره ما فيش مشكله ان احنا نمشيها واحده واحده كده. طيب ايه الكود اللي موجود ده؟ دول عندي فيه باريت اسمه اي بي سي اوف 3 حط فيه 82 من السلايد اللي فات، والاي بي سي اوف 4 حط فيه 95 ماشي، والاي ده بيساوي 3 تمام. الثلاث خطوات اللي عندي دول، الثلاث خطوات دول الثلاث خطوات اللي بيعملوا سوابنج ما بين مين؟ ما بين التو فاريبلز، ما بين تو فاريبلز. عشان اسواب ما بين تو فاريبلز لازم بيتموا على ثلاث خطوات. انا عندي هنا في فاريبل اهو، عندي في فاريبل اهو، وهنا في فاريبل واحد اسمه اكس وواحد اسمه واي، وده فيه 10 وده فيه 20. لما بعوز ابدل ما بينهم المفروض اني ببدل بالثلاث خطوات دول. انا لو خدت ال 10 حطيتها هنا القيمه اللي هنا هتروح، لان اللي احنا عندنا الفاريبلز القيم بتاعتها بتوفر بعض. لو جيت قلت هنا مثلا لما
بتقول خليت الواي بتساوي الاكس يبقى معنى كده ايه اللي حصل؟ ها؟ لو جيت كتبت كده دي معناها ايه؟ يبقى انت سويتي الاثنين ببعض بالظبط كده. انا هحط من القيمه الموجوده في الاكس حطيتها فين؟ حطيتها في الواي. فكده ال 20 راحت بقت الاكس والواي بقى فيها كام؟ بقى فيها 10. انا ضيعت قيمه ال 20. اه خلاص تمام. فيبقى الطريقه اللي انا تخليني اسواب من الاثنين المنتس ان انا اعمل ايه؟ اعمل فاليو ده بنسميه تمبرري او تم. تم ده بيستقبل قيمه القيمه من القيمتين. يعني انا كده مثلا لو قلت له الاكس زائد تم تساوي اكس يبقى التم هيشيل قيمه كام؟ اكس. يبقى الاكس يعني 10 تمام؟ يبقى انا حافظت على القيمه اللي هنا. طيب وبعد كده هقول ان الاكس تساوي واي يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل؟ الاكس هتستقبل قيمه واي فاللي هو الاكس هتبقى ب 20. قول ايه اللي ناقص بعد كده؟ لو ايه؟ ايه اللي ناقص بعد كده عشان ابدل القيمتين ببعض؟ 10. ال 10 تروح فين؟ الواي. تمام يبقى اقول ان الواي بتساوي بعد كده ايه؟ بعد كده تم يبقى هتتنقل ال 10 تتحط هنا. يبقى انا كده باستخدام temporary variable عملت ايه؟ عملت فاصل ما بين الترو والفاليبلز بتوعها. تمام؟ ادي دول التو الثلاثة statements اللي احنا عملناهم هنا بس بمسميات اسهل اسمها اكس وواي. انا عندي هنا التم خليته يشيل الاي بي سي اوف اي اللي هو شايل 82 يبقى التم حط فيها 82. بعد كده الاي بي سي اوف اي بلس 1 اللي هي الاي بي سي اوف 4 القيمه بتاعت دي اللي هي 95 هتروح فين؟ هتروح الاي بي سي اوف 3 تمام؟ وبعد كده الاي بي سي اوف اي بلس 1 اللي هي المكان في الفور القيمه بتاعته هتتبدل وتتحط مكانها قيمه التمب اللي هي اصلا كانت شايله كام؟ 82. يبقى انا كده عملت يعني معروف ان انت لما بتسوابي اي اثنين ايلمنتس يبقى بتعملي لهم سوابنج باستخدام تمبرري فاليو. فاكرين صح؟ تمام كده؟ تمام ماشي لسه معانا. طيب لو احنا بصينا كده في الفور لوب اللي احنا كنا كاتبينها دي احنا عارفين ان الفور لوب بتاعتي هتشتغل هنا طول ما الاي اقل من كام؟ اقل من 5 تمام؟ طيب لو انا عايز اعمل جينيريك فورم يعني ايه جينيريك فورم؟ يعني عايز اعمل انا عندي في بروجرام البروجرام ده فيه 1000 فقره ماشي؟ وال 1000 فقره ده شغال على الاري وفي كل شويه بيظهر لي فور لوب فور لوب اشتغل على الاريه. لو انت جيت خليت الرن المره دي كان فيه 5 ايلمنتس. المره الجايه عايز الرن بتاعك يبقى فيه 10 ايلمنتس. اللي بعده فيه 100 ايلمنت. مضطر تعمل ايه؟ مضطر ان انت تعدي على الكود بتاعك كله تشوف كل الفور لوبس اللي كان فيها 5 تعدلها تخليها 10 يا 100. تمام؟ طب ودي حاجه طبعا تايم كونسيومنج جدا. فابتدي نتكلم تقول ايه؟ لا انا هديك طريقه جنرال طريقه جنرال يعني تخليك ان انت تعمل ايه؟ تخليك تستخدم السايز بتاع الاري ايا كان الاري ده السايز بتاعه قد ايه. تمام؟ فابتدينا نتكلم نقول ايه بقى؟ ابتدينا نتكلم نقول ان انت الاري بتاعك اسم الاري دوت لينث ها دوت لينث ده عباره عن انستنس فاريبل جوه الاري تبتدي تعرف منه العدد الالمنتس اللي موجودين في الاري. فلو جيت قلت لك ان الاري اللي اسمه اي بي سي مثلا انا عندي فيه تو اريز ماشي انا عندي فيه واحد اسمه اي بي سي ده جواه كام؟ ده جواه 500 ده اللي احنا بناخده وعندي اكس واي زد ده فيه 10 تمام. لو جيت قلت لك الفور لوب بتاعتي كتبت فيها المره دي كده اهي كتبتها اي بي سي دوت لينس يبقى هي الفور لوب دي هتشتغل كام مره؟ لو جيت غيرت هنا شلت الخمسه اللي كانت موجوده بس حطيت مكان هنا الكونديشن بتاعتي اي بي سي دوت لين تمام اشتغل 500 مره تمام كده. طيب لو جيت على طول عايزه اخليها تشتغل على الاكس واي زد فانا هشيل الاي بي سي واحط مكانها اكس واي زد ساعتها دي هتشتغل كام مره؟ 10 مرات تمام كده. يبقى ان انا استخدم دوت لين او اسم الاري دوت لين دي طريقه بتخليني اعمل ايه؟ طريقه بتخليني اعرف عدد الالمنتس اللي موجودين في الاري واشتغل عليها ايا كان انت فوق بقى معرفه الاري ده بقد ايه. تمام؟ ولو ابتدى كل راند غير لي السايز بتاع الاري اوتوماتيكلي كل الفور لوبس اللي بتاساين ناحيه او رايحه ناحيه الاري دوت لينس هتتعدل اوتوماتيكلي. تمام؟
طيب يلا بسرعه كده بقى مع بعض نقول الكود ده بيعمل ايه. يجمع يجمع مين؟ يجمع الالمنتس بتاعت الاريز. تمام كده، يبقى ده الكود اللي انا لو كتبته في الجافا في النت بينز المفروض هيجمع لي الالمنتس بتاعت الاريز اللي اسمه مين؟ اللي اسمه تمام اللي اسمه اي بي سي. اللي اللينث بتاعه انا عارفاه؟ لا انا فور لوب مش عارفه اللينث، هتعرفه امتى؟ لما تشوف الاي بي سي تدخل عليه تشوف عدد الالمنتس فيه وتشتغل عليه. تمام؟ طيب انا معرفه بقى ده بالاسم صم، والصم ده بالياف زيرو، والصم ده كل مره بياكيوميليت على نفسه قيمه مين؟ يجمع عليه قيمه الاي بي سي اوف اي اوف اي، يعني القيمه اللي انا واقفه عندها، قيمه الاندكس اللي انا واقفه عنده. يفضل كل شويه يجمع على بعض ويجمع على بعض الالمنتس بتاعته، يعني كاني بجمع الالمنتس بتاعت الاريه كلها. تمام كده؟ الكلام ده كده في مشكله؟ طيب الاول اللي المفروض ان الجمله دي خلاص احنا فهمناها عرفنا هي مش ثابته، بس احنا ثبتناها عشان نسهل على نفسنا. ثبتناها بايه؟ ان انا لما اعوز اعرف اشتغل على فور لوب يبقى بشتغل عليها بالانتجر بالباريبل اللي اسمه اي، مع ان ممكن تسمي اي باريبل. الباريبل اسمه اي بيبتدي من زيرو، طول ما الاي اقل من اللينث بتاع الاري زود الاي بلس بلس، دي خلاص بقينا حافظينها. تمام؟ طيب ايه اللي اتغير ما بين الكود ده والكود اللي فات؟ الكود اللي فوق ده بيعمل ايه؟ بيجمع برضه. تمام، بس بيجمع جوه ايه؟ جوه ميثود. ماشي، بيجمع جوه ميثود. هنا اللي فاتت كانت فور السطرين دول رحت حطيتهم في ميثود. ماشي، طب احنا عارفين طبعا في الاوبجكت اورينتد او في الجافا ان احنا في كونسبت مهم جدا، ان الكونسبت اللي اسمه ايه بقى؟ اللي هو اسمه ايه؟ ان انت لما بتيجي تعملي فانكشنز او ميثودز، والميثودز دي بتبتدي تستخدميها اكتر من مره في اكتر من حته، عارفين الكونسبت ده؟ عارفينه بس ليه؟ لا مش هقوله طبعا، ارجعوا وراجعوه. ان انا عندي في الجافا الهدف منها ان انت تبقى هي سماها اوبجكت اورينتد ليه؟ عشان بقى عندي اوبجكت، والاوبجكت ده جواه حاجات، الاوبجكت ده استخدمه في اي حته فيها ميثودز، الميثودز دي ممكن استخدمها في اكتر من مكان في اكتر من بروجرام. تمام، ودي الفائده بتاعت ان انا ابقى بدل ما بكتب بروجرام كبير اقسم البروجرام لايه؟ لميثودز، عشان الميثودز دي الميثود دي اقدر اخدها في بروجرام تاني، يبقى عندي في زي البلوكس كده، البلوكس اللي انت بتكوني بيها البروجرامز بتاعتك. طيب احنا هنا عملنا ميثود، والميثود دي هي اللي بتصم مين؟ عدد الالمنت او بتصم الالمنتس بتاعت الاري. طيب في حد فيه ما بيعرفش يكتب ميثود في الجافا، او ما بيعرفش يعني مكونات الميثود في الجافا ايه؟ الميثود في الجافا بتتكون من ثلاث اجزاء، او الهيدر في عندي في الميثود بتتكون من جزئين، هيدر وبودي. تمام، الهيدر عباره عن ايه؟ عباره عن اسم الميثود، تمام، قبل الميثود نيم بيبقى في حاجه اسمها ريتيرن فاليو، تمام، وبعد الميثود نيم السيت اوف او البارامترز بتاعته. طيب ايه تعريف الميثود نيم؟ الميثود نيم ده زي النيم اللي انت عايز تديه للميثود عشان توصف هي بتعمل ايه. تمام؟ وطبعا بيبقى ليها ايه؟ طبعا بيبقى ليها شروط. نعم. دي الميثود نيم خلاص؟ طب ايه البارامترز بقى؟ البارامترز دي الداتا اللي المفروض الميثود هتشتغل عليها، دي الانبوت داتا اللي المفروض الميثود هتشتغل عليها. الريتيرن فاليو دي الميثود بتاعتك لو كانت بتحسب حاجه وعايزاها ترجع تريتيرن القيمه دي في الميموري عشان حد تاني يجي يستقبلها، يبقى دي اسمها ريتيرن فاليو. تمام؟ طيب دول الثلاث اجزاء بتوع الهيدر بتاع الميثود. وبعد كده عندي في الميثود بودي، البودي ده اللي هو بيقول ايه اللي انت هتعمليه جوه، عايزه تعملي ايه جوه الميثود. فانا عندي هنا لو احنا بصينا للهيدر بتاعي، الهيدر بتاعي هو عباره عن ميثود اسمها سم بتريتيرن قيمه اسمها انت، قيمه نوعها مش اسمها، قيمه نوعها انت، والبارامترز بتاع
بتاعتها يعني هي بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على اراي اسمه ايه؟ تمام؟ هتشتغل عليه. هتعمل فيه ايه بقى؟ هتاخد الاي ده، هتجيب اللانس بتاعه ماشي، وهتدخل في فور لوب، هتبتدي تجمع الالمنتس بتاعه الاري ده على بعض في فاريبل اسمه ايه؟ ريزلت. الفاريبل ده عرفته في الاول على انه انت، وعملت له انيشاليزيشن بزيرو، وفي الاخر خالص الناتج اللي اتحسب في الريزلت ده يحصل له ايه؟ يحصل له ريتيرن. يعني ايه يحصل له ريتيرن؟ يعني هتيجي الميثود بتاعتي تحسب الاري الاي ده، تحسب الناتج بتاعه، وهترمي الريزلت بتاعته في مكان في الميموري ماشي. يجي بعد كده ده اسمها ايه؟ اسمها الميثود ديكلاريشن. يجي بعد كده الحاجه مهمه جدا عندي في الكود بتاعي، في المين كود، تيجي حاجه اسمها الميثود تيستنج. هتست الميثود بتاعتك ازاي؟ ان انت تعملي لها كولينج اهي، دي الميثود كولينج. هتنادي على الميثود دي، يعني هتعملي ايه؟ يعني كانك بتشغليها وتجربيها. طيب لما هتيجي تجربيها يبقى هتجربيها ازاي؟ هتنادي الميثود بنفس اسمها اللي فوق تمام ماشي كده، وهتبعت لها نفس نوع البارامتر. هي هنا مستنيه تشتغل على مين؟ على انتجر اراي. يبقى لما تيجي تستيها هتستيها على مين؟ على انتجر اراي. الاسامي واحده؟ لا طبعا. تمام، ده اراي 1 ده متعرف جوه المين ميثود بتاعتي، متعرفه ان اراي 1 فيها القيم دي، اراي 2 فيها القيم دي. تمام، لما اجي اناجي على الميثود اللي اسمها سام اراي 1 يبقى كاني بقول لي ايه؟ كاني بقول ايه؟ خدوا لي الاراي اللي اسمه اراي 1 الميثود اللي اسمها سام. الميثود اللي اسمها سام دي يحصل فيه ايه؟ يباس البارامتر بتاعي، ياخد اري 1 يترمي فوق في الميثود على انه اري اسمه ايه، ويجاب اللانس بتاعه، ويتحسب النتيجه بتاعته، مجموع الالمنتس بتاعتها تمام، وتتحط في قيمه اسمها ريزلت. تمام، مين اللي يروح بقى؟ مين اللي يستقبل قيمه الريزلت دي؟ هنا عندي ريتيرن فاليو هنا اللي موجوده هنا في الايه، في المين ماشي. فهو هنا بيقول اف السم بتاع اري 1 اكبر من سم اري 2، يبقى معنى كده شغلي لي الميثود بتاعتك اسمها سم على اري 1 وجيبي لي الريزلت بتاعتها، وشغلي لي نفس الميثود اللي اسمها سم على الاري 2 اللي فيه القيم دي، واحسبي لي الناتج بتاعها، وقارني لي ما بين دي ودي مين الاكبر فيهم، ولو كانت دي اكبر من دي ادخل اعمل اللي تحت الاف ستيت. تمام، وضحت؟ طيب المفروض الكام مثال اللي جايين هم نفسهم واحد نفس المثال، بس بيورينا ازاي اشتغل اكتر على الاريم. عشان كده لو سمحتوا لو في وقت عندنا المفروض هنقعد نكتب على النت بينز واحد من البروجرامز دي. لو ما حصلش ان احنا ما قعدناش يبقى احنا المفروض في البيت، ده مسؤوليتكم ان انتوا تفتحوا النت بينز تشتغلوا وتعملوا الايه، تعملوا الكود اللي بيبقى موجود في المحاضرات ده. تمام، بس انا نفسي ان احنا نشتغل دلوقتي واحد عشان نعرف ازاي اعمل ميثود، والميثود دي ازاي اناديها في الميل. ماشي، طيب انا عندي هنا اهو ايه، البروجرام بتكتبيه من ايه تو زد، تكتبي الميثود وبتعرفي الميثود، بتعملي لي ديكلاريشن للميثود، يعني بتنقلي ده الجزء ده هو ده الميثود ديكلاريشن. اللي ما بيبقاش موجود ودي مسؤوليتك ان انت تشغلي الكود بتاعك، ان انت تعملي المين ميثود وتعرفي فيها الاراي وتنادي فيها الميثود بتاعك، تعملي الفانكشن كول، هي دي الحته اللي انتوا بتعملوها. طيب انا عندي هنا بنبص مع بعض كده الفانكشن دي اسمها ايه؟ اسمها سيرش. تمام، بتريترن القيمه نوعها ايه؟ انت. فين الريترن فاليو يا نورا؟ فين؟ فين اللي بيقول فين الريترن فاليو؟ اللي قبل الميثود ولا اللي بعدها؟ لا اللي قبل الميثود اهي، ما بص مكتوبه اللي قبل الميثود هي ريتيرن فاليو. يبقى الميثود دي اسمها سيرش. تمام، السيرش ده بتريترن قيمه من تايب انت. تمام، وبتشتغل على ايه بقى؟ بتشتغل على اراي وعلى قيمه اسمها سيرش فاليو. طيب
انا عندي الكود ده بيعمل ايه؟ لو بصينا عليه الكود ده لو احنا هنبص واحده واحده على على الديكلاريشن بتاعه، هو عباره عن كود لميثود بتدور على قيمه معينه جوه اري. ها عندها اري وبتدور على قيمه معينه فيه. فين الحته اللي بتقول كده في الكود؟ ان انت الميثود اسمها سيرش ماشي، وبتدخل لها اري وقيمه بتدور عليها موجوده فيها ولا لا، وبترترن قيمه ثانيه من تايب انت. القيمه دي هي عباره عن ايه؟ هنشوف القيمه دي هي مين من الكود اللي احنا هنقراه دلوقتي ماشي. طيب الكود ده بيقول ايه بقى؟ دايما مخلينا ايه، دايما مخلينا واعيين كده ان احنا لما نيجي نبص على الكود ما نتوهش في الكود، لان الكود ممكن يبقى طويل. نبص على ايه على طول؟ على البارامترز بتاعتي. البارامتر هي عباره عن اري وسيرج داتا. ابتدي اشوف فين في الكود الاري ظهر فين، تمام؟ فدايما ببتدي ابص على مين؟ على اللوبس. اول حاجه سيبنا من الديكلاريشنز اللي فوق، بس انا هبتدي ابص على اللوب بتاعتي. الفور لوب دي ماشيه على مين؟ ماشيه على الاري اللي اسمه ايه؟ على اللينث كله، صح كده؟ طيب وعندي ايه كمان جوه الفور لوب؟ عندي فيه كونديشن. الكونديشن دي لو اتحققت هتحصل حاجه، هي دي مفتاح مين؟ مفتاح الميثود بتاعتي، المفتاح اللي يخليني اعرف الميثود دي بتعمل ايه. فهو بيقول لكل element انت هتمسكه في الاري، لو كان يبقى اف دي، لو كان اف القيمه دي بتساوي سيرش فاليو، تمام؟ خلي لي اللوكيشن الفاريبل اللي اسمه لوكيشن ده بيساوي الاي. يعني معنى كده ان هو ايه؟ اللوكيشن شايل القيمه اللي لقى فيها الفاليو اللي بيدور عليها، صح؟ وفي الاخر خالص يعمل يريترن مين؟ يريترن اللوكيشن، صح؟ طيب بس اول ما يلاقي القيمه دي يروح يعمل ايه؟ اول ما يلاقي القيمه اللوكيشن بتساوي اه يعمل بريك، يبقى يخرج من اللوب، تمام؟ بريك دي معناه ان هو بيستوب اللوب بتاعته وبيخرج منها ما يكملهاش، ماشي؟ يبقى متلخبطه في ايه؟ انا عندي الميثود دي حاجه بتعمل حاجه معينه، ماشي؟ دي شويه كده ستيتمنتس بتعمل حاجه معينه، تمام؟ اهي هي دي كلها اسمها ميثود. الكود ده كله الكود بتاع الميثود. الميثود دي بتعمل ايه؟ على حسب الكود اللي انت كاتباه. احنا معرفين الهدف بتاعها ان الميثود دي اسمها سيرش، ماشي؟ بتسيرش على قيمه معينه اسمها سيرش بادي جوه الاري اللي اسمه ايه. طب انت عشان لو انت عندك كده اهو، ادي عندك الاري اهو، ماشي؟ ادي دي القيم بتاعت الاري، وعايزه تدوري على القيمه 100 جوه الاري، عايزه تشوفي الاري ده فيه قيمه رقم 100 ولا لا. بتعملي ايه؟ قولي كده بتمشي ازاي؟ لا سيبك من الكتابه، قولي لي هتتمشي ازاي؟ هتعرفي ازاي ان الاري ال 100 موجوده في الاري ولا مش موجوده؟ هتعملي بالايه؟ بالاندكس، صح؟ ايوه هتتمشي على الاري elements اندكس باي اندكس، صح كده؟ وكل مره هتشوفي هل القيمه اللي جوه دي هي القيمه اللي بتدوري عليها ولا لا؟ ال 10 هي اللي بتدوري عليها؟ طيب ال 50 هي اللي بتدوري عليها؟ ال 100 هي اللي بتدوري عليها؟ اه لقيتيها فين؟ اندكس 2، لقيتها في اندكس 2. الرقم اللي انا رغيته ده هو ده اللي الميثود دي بتعمله. بيدخل لها اري في قيم بتدخل لها فاليو بتدوري عليها، بتفضل تمشي على الالمنتس بتاعت الاري المنت باي المنت، وكل مره بتقارن القيمه اللي جوه الالمنت ده بالقيمه اللي انا بدور عليها، تمام؟ اول كل مره بتمشي، لو ما لقيتوش بتمشي على اللي بعده، لو ما لقيتوش بتمشي على اللي بعده. اول ما بتلاقي القيمه دي هي القيمه اللي انا بدور عليها توقف، ماشي؟ وترتيرن القيمه دي. القيمه دي هي مين؟ ده اللوكيشن اللي انا لقيت فيه القيمه اللي انا بدور عليها. ما هو هو ده الكود بتاعك اهو. بنكتب الميثود بتاعتي اهي، الميثود نيم اسمها سيرش. بتقولي انت عايزه تشتغلي على مين؟ هتشتغلي على اري وهتشتغلي على قيمه. بيتحط الحاجات دي بتتحط في الايه؟ في الليست اوف بارامترز، ما بينهم كومرز، ماشي؟ ومكتوبين كاملين بالتايب بتاعهم، يعني انت سيرش فاليو انت سكوير اي،
يبقى ده array تمام. وقبل الاسم الميثود بتاعتك بتقولي انت عايزه ريتيرن فاليو ولا مش عايزه ريتيرن فاليو. ما انت في ميثودز مش بتريتيرن فاليو فبحط هنا ايه void تمام. طيب الميثود دي هتعمل ايه؟ عايزه تتمشى على الالمنتس بتاعه الاري. اول ما اقول كلمه اتمشى على الالمنتس بتاعه الاري يبقى فور لوب على طول. واحنا عرفنا الفور لوب بيتكتب فيها ايه ماشي. طيب عايزه تتمشي على الاري ده على الالمنتس تعملي فيهم ايه؟ عايزه تتشك على كل قيمه هل هي بتساوي سيرش فاليو ولا لا تمام. فمعنى ان انا عايزه تشك يبقى عايزه اعمل اف كونديشن تمام. فهتشيك على القيمه اللي انا واقفه عندها. مين القيمه اللي انا واقفه عندها؟ القيمه اللي في الاري اللي اسمه A at index i. يبقى اول مره الاي ب 0 وثاني مره الاي ب 1 ثالث مره الاي ب 2 يبقى انا بتمشى على الالمنتس بتاعت الاري تمام. طيب الاي اوف الاي لو كانت بتساوي السيرش فاليو يبقى انا لقيتها ولا ما لقيتهاش؟ لقيتها. يحصل ايه؟ اللي هي دي ان انا لقيت القيمه اللي انا بدور عليها تمام في الاري بتاعي. لا يا حبيبتي ده انيشال فاليو اللوكيشن ايكوال ماينس 1. احنا عرفنا ان دي اساينمنت ستيتمنت دي في الاول خالص انيشال فاليو اللوكيشن. هرجع لها من هنا. انا هنا اف الاي اوف الاي بتساوي السيرش فاليو ايه؟ لا احنا بنشوف الحاجات الاساسيه اللي تفهمنا الميثود وبعدين هرجع للحاجات الفرعيه تمام. فانا الاساس عندي الفور لوب والاف ستيتمنت. طيب لو حصل الكونديشن دي اتحققت يحصل ايه؟ الاي تتحط في اللوكيشن. فاللوكيشن شايل قيمه مين؟ الاي دي اللي المكان اللي انا لقيت فيها الفاليو بتاعتي. زي ما احنا زي ما انت قلت كده انا هنا ما لقيتش ال 100 هنا ما لقيتش ال 50 هنا لقيت ال 100 بتاعتي تمام. في الاندكس كام؟ الاندكس يبقى اللوكيشن هيطلع دلوقتي هيحصل له ريتيرن قيمه ايه؟ ها اللوكيشن هيرجع شايل انهي قيمه من المثال بتاعنا؟ شايل 2. طيب مين من 2 دي؟ الاندكس اللي انا لقيت فيه القيمه اللي انا بدور عليها صح كده؟ واضحه؟ طيب طب لو انا عايزه دايما يعني افرض كده تقولي لي كده افرض انا لقيت ال 100 لقيتها في اول اندكس يعني مش ماليش دعوه يا حبيبتي هي كلها احنا بنكتبها بس انت عشان تيجي تفهمي الميثود دي بتعمل ايه بتروحي على الحته الاساسيه بتاعتها. الحته الاساسيه اللي هي الفور لوب والاف كونديشن. الباقي ده انت لازم تكتبيه طبعا. امال انت هتعملي ايه؟ لازم تكتبيه بس عشان نفهم الاساسي الاول وبعدين نبني عليه الحاجات الثانيه. فهمتي؟ فانا عشان كده ابتديت الشرح بتاعي من الفور لوب والاف ستيتمنت تمام. طيب هو انا ينفع اشتغل على اللوكيشن كده على طول ولا لازم اللوكيشن ده يبقى له انيشال فاليو؟ مش اللوكيشن ده فاريبل؟ الفاريبل ده لازم يتحط له انيشال فاليو. احنا قلنا الانيشال فاليو بتاعت الجافا بكام؟ للانتجرز بزيرو. طيب انا عندي هنا الاري بتاعي لو كنت لقيت القيمه بتاعتي في اول اندكس لو لقيتها في اول اندكس يبقى المفروض اللوكيشن يرجع بكام؟ بزيرو. لو لقيته في اول واحد يبقى اللوكيشن بزيرو صح كده؟ تمام. طيب لو ما كنتش لقيته خالص لو بدور على 10 وما كانش فيه 10 هنا المفروض اللوكيشن يطلع بكام؟ بالظبط كده تمام. عشان انا باديه الانديسيز بتاعتي من زيرو فانا عايز ادي اللوكيشن قيمه مختلفه عن مين؟ قيمه مختلفه عن بدايه الاري بتاعي عشان معنى ان هي يبقى اللوكيشن بزيرو يبقى انا لقيت الاليمنت الاندكس زيرو. لكن طب ايه الحاله اللي انا لو ما لقيتوش؟ يبقى شكلها ازاي؟ يبقى بندي اللوكيشن قيمه مختلفه عن القيم اللي المفروض تكون في الاري. عشان كده بديناها من ماينس 1 عشان يمثل لو كان ما لقيتوش يبقى لو شكيت على قيمه اللوكيشن طلعت ماينس 1 افهم منها ان هي ايه؟ ان انا ما لقيتوش تمام؟ طيب هنا لغايه هنا في صعب تمام؟ طيب ممكن يعني احنا بقينا كام سلايد بس انا هكملهم المره الجايه لان احنا كده تمام. انا كده وصلت للحته اللي انا عاوزاها.
الجزء ده بس السلايد ده هو نفس السلايد اللي فات او هي نفس الميثود اللي فاتت بس نبص كده مع بعض. ايه الاختلاف؟ هي بتعمل نفس اللي بيعمله ماشي، بس تعالوا نشوف هو اولا. هي اولا الفانكشن اسمها ايه؟ Determine. الفانكشن اسمها ايه؟ Determine present or absence. في ايه؟ present or presence or absence ماشي. طيب بتريتيرن ايه؟ بتريتيرن تايب بيبقى موجود قبل ولا بعد؟ قبل. يبقى هي بتريتيرن مكتوبه كلمه ايه؟ قبل اسم الميثود مكتوبه ايه؟ مكتوب ايه؟ Void. ايه الحلاوه دي؟ حد ظهر يا عم يا جماعه معانا؟ الله، مين معانا اونلاين؟ محمد هشام. محمد سامعني كويس؟ طيب تمام يا محمد. احنا عندنا هنا قبل اسم الميثود الريتيرن فاليو اسمها ايه؟ الريتيرن تايب void. يبقى معنى كده انها مش بتريتيرن حاجه. طيب مش بتريتيرن حاجه دي يبقى معنى كده ان انت ما ينفعش تلاقي هنا كلمه ريتيرن. ايوه ادام في void يبقى هنا ما فيش كلمه ريتيرن. كلمه ريتيرن تظهر امتى؟ لو كان في ريتيرن تايب ايا كان نوعه. تمام كده؟ طيب يبقى الميثود دي بتريتيرن فور بتشتغل على ايه؟ بتشتغل على اثنين فاريبلز، واحد منهم اري اسمه ليست والثاني اسمه انتجر فاريبل اسمه اكس. حلو؟ طيب نفس الكلام انا عندي هنا اول ما اجي ابص على الميثود ابص على الحاجات الاساسيه. انا عندي هنا الاري ده هشتغل عليه فين؟ بيشتغل عليه في لوب اسمها في الوايل لوب. تمام؟ بيشتغل في وايل لوب. الوايل دي بتمشي على الاري من اوله لغايه اللينث بتاعه. يبقى انا كده همشي على الاري element by element. طيب وفي اف ستيتمنت. الاف ستيتمنت دي بتقول ايه؟ لو انا الاري بتاعي القيمه اللي جوه الاندكس اللي اسمه هو هنا سماه كاونتر سماهوش اي عادي براحتك تمام بتساوي الاكس ها يبقى لو لقى القيمه بتاعته بتساويها يبقى يروح يعمل ايه بقى؟ not found equal false يعني يطلع ان هو ايه؟ ان هو false يعني ما كان هو الاول مش لاقيه ولقاه. تمام؟ طيب هنا بيقول لك ايه في الاف ستيتمنت الاخرانيه؟ لو انت بعد ما خلصت الاري بتاعك كله تمام؟ قيمه not found كانت true يبقى انت ما لقيتوش. صح كده؟ اكس يبقى انت ايه؟ لقيت. يبقى انت هنا عوضت عن الريتيرن فاليو بايه؟ بجملتين برنت. يبقى احنا في طريقتين ان انا اريتيرن القيمه، يا ترتيرن القيمه ترميها في الميموري وحاجه ثانيه تيجي تاخدها، يا تبرنت المسج اللي انت عايز تظهر لليوزر. تمام؟ دول الطريقتين للريتيرن. ماشي؟ لو لقينا تايب قبل اسم الميثود يبقى لازم يبقى في كلمه ريتيرن وساعتها الريتيرن فاليو بتترمي في الميموري عشان حد يجي يشوف قيمتها ايه. لكن لو هي فايل ما يبقاش في ريتيرن والوسيله اللي تعرف اليوزر ايه الهدف من الميثود دي هي تظهر في جمله ايه؟ في جمل برنت. تمام كده؟ واضحه؟ يبقى ايه الفرق ما بين اللي فاتت والفرق ما بين الميثود دي؟ اللي فاتت كانت بتريتيرن اللوكيشن يعني كانت بتدور على قيمه وتقول هي لقيته فين. لكن الكود ده بيعمل ايه؟ بتدور على القيمه وتقول لقيته ولا ما لقيتوش بس. حلو؟ واضحه؟ طب لو انا عايزه اشوف الميثود بتاعتي اعدلها اعدل الميثود دي بحيث ان هي تشوف القيمه دي يا الاقيها يا ما الاقيهاش ولو لقيتها يريترن اللوكيشن يعني ادمج الاثنين في بعض. اعملها ازاي؟ تاني انا عايزه الميثود دي تشوف يا لقيته يا ما لقيتوش ولو لقيته اريترن مين؟ اريترن اللوكيشن بتاعه. بصوا اهي اهي هي نفسها نفس الوايل لوب اللي بتتشاف على الاري الالمنت باي الالمنت. تمام؟ ماشي؟ وبيدخل على الاف ستيتمنت تشوف لو لقيته قال لقيته فين في انهي سطر بقى؟
يساوي الكاونتر، الكاونتر ده اللي هو الاندكس بتاع الاري، لو لقيته يحطه في اللوكيشن ويقول ان انا لقيته، تمام؟ ويدخل يتشاف على مين؟ يتشاف على القيمه دي، وهرجع للقيمه دي تاني، يرجع يتشاف على قيمه النوت فاوند. لو هي كانت بترو يبقى انا ما لقيتوش، لو هي كانت فولس هيبرنت فاوند اندكس. مين اللي شايل الاندكس بتاعه؟ الفاريبل اللي اسمه لوكيشن. اخر حاجه هقولها عشان نوقف المحاضره بتاعي قوي كده، قيمه مين؟ قيمه البوليان فاريبل اللي اسمه نوت فاوند. طيب نبص مع بعض كده على الواير ستيتمنت، هي عباره عن ايه؟ فبيقول وايل يعني طول ما، وايل زي الفور لوب ماشي، وعارفين الفرق ما بين الوايل والفور لوب طبعا. ايه الفرق ما بين الوايل والفور لوب؟ الفور لوب بتلف على الاثنين، بيلف الاثنين بيلف بس طريقه كده بده. الفور لوب الثلاث اجزاء مع بعض في ما بين القوسين، اللي هي الايه؟ الانيشاليزيشن والكونديشن والانكريمنت، تمام كده؟ دي الفور لوب. الوايل لوب متفصصين، الوايل لوب بتاخد جنبها الكونديشن، جوه الوايل لوب بيبقى فيها الانكريمنت، وبره الوايل لوب الانيشاليزيشن. عشان كده هتلاقي هنا عمل انيشاليزيشن بالكاونتر بزيرو، اللي هي لو انا كنت حطيتها في الفور لوب كنت هقول فور كاونتر فور انت كاونتر ايكوال زيرو، تمام؟ طيب الكونديشن بتيجي فين بقى؟ بتيجي بعد الوايل. بس ايه حلاوه الوايل على الفور لوب؟ ان انت ممكن تستخدم اكتر من كونديشن في الوايل لوب. زي ما احنا عندنا هنا الوايل لوب بتقول ايه؟ طول ما الكاونتر اقل من الليست اوف لينث، يعني طول ما انت ماشي جوه الاري، يعني ما طلعتش بره الاري، تمام؟ ايه العلامه اللي هي الاثنين اند دي؟ معناها ايه؟ معناها اند. دي معناها اند يعني ايه؟ وي بالظبط كده، وي كمان. يبقى انت عندي في الاند دي ريليشنال اوبريتور رابط ما بين اثنين كونديشنز. دول معناهم ايه بقى؟ معناها ان انا مش هدخل جوه اللوب الا لو التو كونديشنز ايه؟ اتحققوا. الا لو التو كونديشنز اتحققوا. عندي في واحده ثانيه واختها اسمها اول، اللي هي كده اللي هي عصايتين كده. الاور دي معناها ايه؟ معناها ان انت عندك في اثنين كونديشنز في اللوب، واحده منهم لو اتحققت بتدخلني جوه اللوب، ماشي كده؟ طيب انا عايزه اقول ايه بقى في الوايل لوب دي؟ انا عايزه اقول له اتمشى لي على الاري طول ما ان في element في الاري تتمشى عليه، وطول ما ايه كمان؟ وطول ما انا ما لقيتش القيمه بتاعتي، طول ما انا ما لقيتهاش، صح؟ يبقى انت اول مره هتمسك لي اول element، لو ما لقيتش القيمه دي يبقى انت عندك لسه في اليمنتس تحت. طب انت لسه ما لقيتوش، ادخل كمان مره في اللوب ليجي للاليمنت اللي بعده. هل انت القيمه اللي انا بدور عليها، لو القيمه اللي انا بدور عليها لقيتها هيحصل ايه؟ لو لقيتها يبقى معنى كده ان انا خلاص لقيته، ينفع اكمل اللوب تاني؟ هي دي زيها زي مين؟ زي كلمه بريك في الايه؟ في الاكزامبل اللي فات، تمام؟ يبقى انا عندي فيه اثنين كونديشنز هما اللي بيحكموا لي دخولي للوب. لو الاثنين كونديشنز مربوطين بان، يبقى لازم التو كونديشنز قيمتهم تكون بكام؟ قيمتهم تكون بترو. لو واحده فيهم قيمتهم فولس، قيمتها فولس، هتخليني ما ادخلش جوه اللوب. فتعالوا نتشيك اول مره خالص الكاونتر بكام؟ بزيرو. طيب عملت النوت فاوند هنا قيمتها بكام؟ ليه عملتها بترو؟ عشان يفتح لي يخليني ادور على الاقل مره في اللوب. فالنوت فاوند قيمتها بترو، الكاونتر لسه فعلا اقل من اللينث، فهنا دي الشرط الاولاني بترو، الشرط الثاني بترو، مربوطين الاثنين باند، يبقى هيخليني ادخل في اللوب ولا ما ادخلش؟ هدخل في اللوب. هتشيك جوه اللوب هل القيمه اللي انا بدور عليها هي الاكس لقيتها في الاندكس الاولاني؟ لو كنت ما لقيتهاش ايه اللي يحصل؟ لو ما لقيتهاش هدخل جوه التو ستيتمنتس بتوع الاف ستيتمنت؟ لو ما حصلت مش هخش، تمام كده. يبقى لو الليست اوف كاونتر نوت ايكوال اكس، يبقى انا مش هدخل جوه اللوب. ساعتها هعمل ايه؟ الكاونتر هدخل على الخطوه دي، كاونتر بلس بلس،
يبقى انا هروح اعمل ايه؟ هدخل هزود الكاونتر بواحد. بقت الاي او الكاونتر بقت اندكس كام؟ اندكس 1. هي الاول كان بزيرو، المره اللي بعدها هتبقى ب 1. ماشي. طب هو 1 اقل من اللينت؟ لا هو اللينت اي مكان بقى، اللينت اي مكان، ما هي في التست هتبان بقى. تمام. هل الاي اقل من اللينت؟ لا. الاي اقل من اللينت او الكاونتر اقل من اللينت، يبقى الكونديشن دي ترو ولا فولس؟ ترو. ايه هو بيقول لك طول ما الكاونتر اقل من اللينت، ماشي، يبقى الاي بقت اقل من اللينت او الكاونتر اقل من اللينت، يبقى دي ترو ولا فولس؟ ترو، صح كده؟ طيب. طب النوت فاوند بكام؟ بترو. يبقى ده هيخليني ادخل كمان مره في اللوب. طيب كمان مره هيتشيك هل الليست اوف كاونتر ايكوال اكس. افرض ان انا على الاندكس 2 لقيت القيمه بتاعتي، ايه اللي يحصل؟ هيدخل جوه اللوب، هيتشيك جوه الاف ستيتمنت، هيلاقي الاكس بتساوي الكاونتر، بتساوي القيمه اللي جوه الكاونتر، يبقى انا لقيت القيمه بتاعتي. يبقى هيدخل جوه الاف ستيتمنت ولا لا؟ هيدخل يعمل النوت فاوند بايه؟ بفولس، صح كده؟ يبقى لما يخرج بره اللوب بعد كده يجي يزود الكاونتر بواحد ويطلع يتشيك الوايل لوب، هيلاقي ان الكاونتر لسه اقل من اللينت، بس النوت فاوند بقت قيمتها بكام؟ بفولس. ينفع ترو وفولس يدخلني جوه اللوب؟ لا. يبقى دي ترو وفولس تديني فولس، يبقى تخرجني بره اللوب، يبقى انا كده كاني عملت ايه؟ كاني عملت بريك. محمد تمام؟ تمام. فاهم معايا؟ طيب انا هوقف لغايه هنا، باقي بس تو اكزامبلز كده هنكملهم المحاضره الجايه ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تروحوا تذاكروا المحاضره دي وتعملوا امبلمنتيشن لمين؟ للكود ده. طيب بمناسبه الامبلمنتيشن، انا هكتب ده كده على طول في البروجرام بتاعي، هكتب الميثود دي. تمام؟ ولا اكتبه من نفسي؟ انت تكتبيه من نفسك. من نفسك. اللي هو مين؟ ايه نفسي احنا بنروح عشان نتدرب على حلو. انت بتسمحي لنا ولا تكونوا نفسي؟ لا لا لا، مش مشكله. المهم دي فاهماه. المهم ان انت تبقي فاهماه وتستيه صح. تمام. فانا المفروض دلوقتي ننقله، مفيش مشكله، بس تنقليه وانت فاهماه، ماشي. بعد كده انت هتكتبي حاجات ثانيه بايديك. طيب عشان اتست البروجرام ده هعمل ايه؟ او عشان اتست الميثود هروح اعمل ايه؟ هو البروجرام عندي في الناس بيبقى شكله، ازاي؟ يبقى الكلاس، والكلاس دي بيبقى اسم الباكج بتاعتك واسم الكلاس، وجوه الكلاس في مين. صح كده؟ المين. فوق المين هنكتب الميثود دي. هتفرق فوق ولا تحت؟ في الجافا ما بتفرقش. تمام؟ طيب هتكتبي الميثود دي هتنقليها. جوه المين هتعملي ايه بقى؟ انت محتاجه تعرفي ايه جوه المين؟ الامبورت. لا محتاجه الامبورت. ايه المكتبه؟ ما انت هتمبورتي بقى فوق بقى الحاجات كلها. انا بتكلم في المين نفسه، انا عايزه انادي الميثود اللي اسمها ايه، اللي اسمها دي. صح. يبقى انا المفروض الاول اعمل ايه؟ اعرف اراي انت الميثود دي هتشغليها على مين؟ على اراي وعلى فاليو. صح. يبقى انت لازم جوه المين تعرفي اراي وتدي له قيم وتعرفي فاليو اللي هتدوري عليها وتنادي على الميثود بتاعتها. فالمفروض في المين هيبقى شكلك ازاي؟ هتديكلاري اراي. عرفنا نديكلاري الاراي ازاي؟ وعرفنا نانشلايز وعرفنا نالوكيت. تمام؟ يعني مثلا انا هكتب كده الم سكوير براكت اسمه اي بي سي، وقلت كده ان هو بيساوي. عندي كذا طريقه ان انا اعرف بيها الاراي. هعمل الطريقه اللي بتتم البريسس، هحط فيها 10 50 كوما 100 كوما 1، يبقى انا كده عرفت مين؟ انا كده عرفت الاراي. تمام؟ طيب وبعد ما هعرف الاراي هعرف فاليو تاني اسمه فاليو، اسم اي اسم. فاليو بيساوي تاني مثلا انا بدور على القيمه 100. ماشي؟ وبعد كده المفروض هعمل ايه؟ انادي على الميثود بتاعتي عشان تشتغل على مين ومين؟ عشان تشتغل على الاراي اللي انا عرفته ده وتدور جواه على القيمه اللي انا اديتها له دي.
ايه بقى؟ هكتب اسم الميثود اللي انا عرفتها هو اللي اسمها Determine AP صح؟ ماشي ايا كان نفس الاسم لازم يكون نفس الاسم اللي هنا هو اللي هنا تمام ونفس ايه؟ ونفس عدد البارامترز ونفس نوعها ونفس ترتيبها فانت Determine AP دي بتشتغل على مين فوق انا معرفاها؟ بتشتغل على Array اسمه A بتشتغل على Int اسمه X مثلا فلما تيجي تناديها هتناديها بنفس الترتيب البارامترز هي مستنيه هنا اري مين الاري اللي عايزه تشتغل عليه؟ A B C اللي هو في المين صح كده؟ طب ومين القيمه اللي بتدوري فيه عليها؟ اللي هي الباقي صح كده؟ طيب اول ما بتكتب السطر ده معناه ايه؟ معناه بتقول للكومبايلر اطلع اشتغل لي على الميثود اللي اسمها Determine AP خد لي اللي انا مدخله لك ده تمام ارميه للميثود عشان تشتغل عليه فهو هيباصي بنقولها كده بالبلدي بيباصي البارامتر يعني كتير بالكود بيباص البارامتر بتاعته اللي هي اي بي سي دي يرميها للاري اللي اسمه ايه يشتغل عليه يباص الفاليو اللي اسمها القيمه اللي اسمها فاليو يحطها في البلدي اللي اسمه اكس ويشتغل عليه المفروض بعد ما تعملي ران يظهر لك هنا ايه؟ المفروض انا عملت كده كتبت الناس لا كتبت ده وخلاص عملت كومبايل وعملت ران يطلع لي ايه؟ المثل كل يوم ماشي؟ المفروض يطلع لي ايه؟ ايه؟ يطلع لي لا المفروض بعد ما هرن الليله دي كلها هيدخل ده ما دام على يدخل يعمل ايه بقى؟ تخيلوا كده لو انا بدور على الفاليو 100 جوه الاري اللي فيه 10 50 100 1 يطلع لي ايه؟ شوفي بقى انت هتمشي على الخطوات دي وشوف هيطلع ايه؟ المفروض لو انت ماشيه صح كده هيطلع لك فاوند ات اندكس 3 اه ات اندكس كام انا هعملها 0 و 1 اه هيبقى فاوند ات اندكس 2 يبقى انت متوقعه الاوت بتاعك ان انت هتلاقيه اكوردنج للقيم اللي انت حطيتيها وللفاليو اللي بتمشي عليها يبقى انت متوقع ان انت تلاقيها هات اندكس كام؟ هات اندكس 2 يبقى انتوا شاطرين المره الجايه عايزاكم تيجي تقولوا لي ان احنا عملنا البروجرام ده وطلع جربي بقى انت براحتك هنا جربي قيم هنا وجربي قيمه دي وجربي تاني وشوفي هيطلع ايه نعم يا محمد غير القيم كلها يعني جرب البرنامج كله بقى اغير القيم زي ما انا عايز نعم اجرب الفاليوز زي ما انا عايز بقى يعني مره اختار مره زي ما انت عايز الفاليوز بتاعت الاري غيرها والفاليو اللي بتدور عليها غيرها وشوف هيطلع فيها صح ولا غلط ماشي تمام محمد فاهم معايا عندك اي مشكله طيب اشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه لو احنا فهمنا الكلام ده المحاضره الجايه بتبقى بسيطه لان هي تكرار للي احنا قلناه ده بس على التو دايمنشنال اري لكن لو انت فاهم اللي احنا خدناه النهارده يبقى المحاضره الجايه هتبقى محاضره ظريفه وبسيطه ماشي محمد اسمك محمد ايه محمد هشام مفيش حاجه كده مفيش حاجه اسمها كده مره الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبقى انتوا اونلاين ومحمد هو اللي هيجي تمام وهنبقى مع بعض بالشكل ده لا المحاضره الجايه هيبقى في كاميرا على البورد هتشوف اللي انا بكتبه ان شاء الله ماشي اسبوع اسبوع في كل المحاضرات ان شاء الله باذن الله في كل المحاضرات هيبقى في كاميرا على البورد ان شاء الله ادعي بس ان هم يجيبوا الكاميرا محمد عندك سؤال انا مش سامعاك يا محمد والله علي صوتك معلش تمام كده خلاص كده يا محمد هشام خلاص تمام كده شكرا